بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم الاسبوعي عطاء الرحمن. في الحقيقه الحلقه النهارده مهمه جدا. موضوع الحلقه اهميته بترجع الى اني لو الطبيب ما اكتشفش الحاله ديت عدت منه، او حتى لو ما شكش فيها، هو مش مفروض ان هو يكتشفها 100%، لكن لازم كل عنده الشك في ان السيده دي تعاني من حمل، لان الحمل خارج الرحم في بعض الاوقات قد يؤدي الى فقد للسيده ديت. فهو موضوع مهم وحيوي، والطبيب اللي عنده المايند والتفكير في ان الحاله اللي جايه له دي انها ممكن تكون حمل خارج الرحم وما يطلعش حمل خارج الرحم، افضل بكتير من اللي بيبقى بيشخص كل مره حمل خارج الرحم صح و100%، لكن ممكن ان هو ما يشكش في حالات تانية وتضيع منه. يعني مش عيب ابدا ان الطبيب يشك ان الحاله دي حمل خارج الرحم ويبدا يستعين باطباء تانيين، او يبدا يحول الحاله لو هو شاكك فيها وبعدين تطلع مش حمل خارج الرحم ولا حاجه، ما خسرناش حاجه، لكن هنخسر كتير قوي لو كانت الحاله فعلا حمل خارج الرحم والدكتور سابها تعدي من تحت ايده، هتبقى مشكله كبيره. احنا النهارده هنتكلم عن موضوع الحمل خارج الرحم زي ما قلنا، وهنبدا نشوف ازاي نقدر نشخصه وازاي نقدر نعالجه. هو الحمل خارج الرحم يعني حدوث الحمل خارج المنطقه الطبيعيه بتاعته، المنطقه الطبيعيه زي ما قلنا قبل كده هي البطانه الداخليه للرحم. البطانه الداخليه للرحم بتستقبل الحمل في جزء معين منها، مش في اي حته في الرحم من جوه. يعني احيانا الحمل خارج الرحم اللي مش موجود في الجزء المعين في البطانه برضو مش شرط ان هو يكون بره الرحم خالص، لا بيبقى داخل الرحم بس في مكانه الغير صحيح، فبرضو بنسميه حمل خارج الرحم. يعني لو كان موجود في عنق الرحم من تحت بنتعامل معاه كحمل خارج الرحم، او موجود في الرحم نفسه بس موجود في الانجل كورنر بتاع الرحم من جوه مش في المكان المظبوط في الرحم، برضو بنعتبره حمل خارج الرحم. او احيانا الناس اللي عندهم الرحم ذو القرنين اللي هو البايكورنيت يوترس، زي اوضتين كده، الرحم عباره عن اوضتين بس بتبقى في اوضه منهم بقى ضامره جدا بنسميها ريدمنتري هورن، يعني الاوضه الضامره دي يحصل فيها الحمل خارج الرحم، يعتبر خارج الرحم. الاماكن المشهور فيها قوي ان يحصل الحمل خارج الرحم بيبقى عاده الانبوبه، 99% من الحمل خارج الرحم بيحصل داخل الانبوبه، و1% الباقيين بيتوزع على بقيه الاماكن، ممكن يحصل في المبيض، ممكن يحصل في الاربطه اللي ما بين المبيض والانبوبه، ممكن يحصل داخل البطن. واحيانا الحمل خارج الرحم اللي بيبقى داخل البطن ده ما بيبقاش في اساسه حمل بدا ونشا داخل البطن، لا هو كان في الانبوبه وبدا الحمل يعمل تآكل لجدار الانبوبه وينزل داخل التجويف في البطن ويلزق في اي حاجه، في امعاء، يلزق في اومنتم، حاجه اسمها اومنتم كده جوه البطن، او في كبد، اي عضو يلزق فيه ويبدا يتغذى عليه يغذيه ويبدا يكبر الحمل الخارج الرحم، او ان هو نفسه نشا كحمل خارج الرحم من داخل البطن من الاول خالص، حصل التخصيب داخل التجويف البطن. طيب الحمل خارج الرحم اسبابه ايه؟ يعني ايه الاسباب اللي بتؤدي الى حدوثه؟ الكلمه الشهيره اللي قلناها في اول حلقه يمكن مع بعض، ان في اسباب كتيره جدا بنسميها الايديوباثيك او الانون او الغير معلومه السبب او الغير معروف. الاسباب دي على فكره الى ان تقوم الساعه هتفضل قائمه، يعني احنا في العلم في جميع انواع العلم هنفضل نقول احنا نعرف كذا وكذا، لكن في اسباب غير معروفه، يتوصلنا لاسباب زياده واكتشفنا حاجات زياده لكن لسه في اسباب غير معروفه الا ان تقوم الساعه، لان ده علم الانسان لن يستطيع ان يستوعب نهايته. يعني 40% من الاسباب ما نبقاش عارفين ايه السبب اللي حصل ادى الى حدوث حمل خارج الرحم. الاسباب الاخرى بقى اللي احنا نعرفها بتبقى ممكن في اسباب في البويضه نفسها المخصبه، البويضه اللي اتخصبت بيبقى فيها ممكن مشاكل، او اسباب في الانبوبه. احنا هنقول بس الحمل الطبيعي بيحصل ازاي عشان نقدر نفسر ازاي الحمل خارج الرحم ممكن يحصل. احنا لما قلنا في الاول ان الحمل الطبيعي البويضه اللي هي بتبقى جوه الحويصله بتبدا بتاثير الهرمونات، تبدا البويضه دي داخل المبيض
تكبر 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 مع الحويصلة، ويجي وقت معين في الدورة تبدأ الحويصلة دي تنفجر وتخرج البويضة لتجويف البطن، وتلقطها الأهداب بتاعة الأنبوبة وتبدأ تخش البويضة وتستنى في الجزء الخارجي المتسع من الأنبوبة، تنتظر الحيوان المنوي اللي بيحصل بعد العلاقة الزوجية، يبدأ الحيوان المنوي يطلع ويقابل البويضة ويحصل التخصيب. بعد ما بيحصل التخصيب بيبدأ البويضة دي تمشي في الطريق عكس اتجاه الحيوان المنوي مكان طالع لها، تبدأ تمشي في الاتجاه العكسي عشان عايزة تخش الرحم، تبدأ في الطبيعي انها تمشي 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 لغاية ما تخش الرحم ويبدأ يحصل غرز داخل الرحم. في حالة الحمل خارج الرحم، البويضة اللي بدأ يحصل فيها تخصيب وموجودة في الجزء الخارجي من الأنبوبة مش عارفة تمشي، حصلها تخصيب مش عارفة ترجع وتخش الرحم، فتبدأ تتزرع في مكانها، تتزرع في الأنبوبة، ويبدأ الحمل يكبر ويبقى الحمل ده خارج الرحم. أسباب كتيرة، مش من ضمن مش الأسباب دي بس، يعني مش إن هي في طريقها وقف حاجة في طريقها بس، لا، أسباب في التخصيب نفسه، إن البويضة المخصبة دي يكون درجة النمو بتاعها زيادة قوي، يعني في قشرة معينة فوق الجنين المخصب ده أو البويضة المخصبة، القشرة دي بتتشال في وقت معين عشان يبدأ يحصل انغماز للجنين داخل بطانة الرحم. لو القشرة دي اتشالت بسرعة أو كان النمو بتاع البويضة سريع جدا قبل ما البويضة تخش الرحم، فتبدأ تتزرع في الحتة اللي وقفت فيها قبل ما تخش الرحم. أحيانا بيقولوا برضو إن في العيوب الخلقية اللي تبقى موجودة في الجنين الصغير اللي لسه ناشئ ممكن تؤدي إلى إن هو يتزرع في مكان غير طبيعي. لو إن العيوب الخلقية دي غالبا هي نتيجة لأن هو بقى خارج الرحم مش إن هو سبب، نتيجة لأن لما بيبقى الجنين يتزرع في مكان خارج الرحم، خارج بيئته، خارج البيئة الكويسة بتاعته، غالبا بياخد دم مش هو الدم المفروض يوصل له، يبدأ يحصل فيه عيوب خلقية. أو في حاجة طبعا غريبة شوية، دي كان زمان كانوا بيقولوها بس من ضمن القصص يعني والحكايات، إن البويضة المخصبة خلاص اتخصبت وبدأت تخش جوه الأنبوبة ودخلت في طريقها وعدت في الرحم، دخلت الرحم تمام عادي خالص، بس بدل ما تتزرع في الرحم خرجت من الباب التاني، راحت للأنبوبة التانية، دخلت جوه واتزرعت في الأنبوبة التانية. حاجة طبعا قديمة، أو إن البويضة نفسها وهي نازلة بدل ما يلقطها الأهداب بتاعة الأنبوبة اللي ناحيتها، لا، لفت جوه البطن وبدأت دخلت من الناحية التانية وتخصبت الناحية التانية، فخدت وقت أطول فيبدأ تتزرع في الناحية التانية ويبقى حمل خارج. طبعا ده كلام قديم أوي كنا بنتكلم فيه من ضمن القصص يعني. أو مشاكل تانية اللي ممكن تبقى موجودة في الأنبوبة نفسها، المشاكل اللي في الأنبوبة وتؤدي إلى حدوث الحمل خارج الرحم أو حمل فيها، يعني إن الأنبوبة تبقى كعيب خلقي طويلة جدا، أحيانا الأنبوبة تبقى طويلة أو فيها فتحات زيادة، طول الأنبوبة ده يخلي الطريق اللي بتمشيه البويضة المخصبة يبقى أطول، فالفترة اللي بيحصل فيها نمو هيحصل نمو قبل ما توصل للتجويف بتاع البطن فيحصل الحمل خارج الرحم جوه الأنبوبة. أو إن الأنبوبة ديت كان فيها مشاكل نتيجة جراحة قديمة، كان فيه التصاقات ونتيجة الجراحات بقى المتقدمة بدأنا نسلك الالتصاقات دي، لكن التجويف الداخلي بتاع الأنبوبة مش ماشي كويس، فيبدأ برضو إن هو يسد الطريق على البويضة المخصبة. أحيانا من العيوب الخلقية اللي مرة اتكلمنا عليه قبل كده حاجة اسمها كارتاجنر سيندروم، إن الأنبوبة شكلها حلو خارجيا لكن ما فيهاش أهداب داخلية، الأهداب دي عاملة زي الفرشة كده بالظبط اللي بتحرك البويضة المخصبة داخل الأنبوبة، لو مش موجودة أو حصل لها تلف عن طريق التهابات أو عن طريق جراحة أو عن طريق أي تدخل خارجي تبدأ ما تعملش عملها ويبدأ يحصل الزرع داخل الأنبوبة. الحمل خارج الرحم لازم نبقى شاكين في كل حاجة، في كل حالة جاينا هي حامل في أول 3 شهور ونزل عليها دم، أو واحدة في سن الإنجاب، مش لازم تقول أنا حامل يعني، لكن هي في سن الإنجاب تاخدش وسيلة، أو حتى لو تاخد وسيلة وعندها ألم أو نزل عليها دم وبيبقى الألم ليه شكل معين كده. هنكمل كلامنا بعد مدام ليلى. مدام ليلى من ليبيا، أهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام.
انا دكتور بقول لك على نتيجه التحليل دي مخزون المبيض. اتفضلي يا مدام ليلى. هي طلعت لي 1.1 1.1 والتحليل واحد ايه، والتحليل الثاني الان هاي زين طلعت 38.7. التحليل الثاني مش سامعه ايه هو؟ التحليل الثاني اسمه ايه مدام ليلى؟ الاي ان هاي بين انهبين هرمون. ايوه. طلع كام حضرتك؟ 38.7. وايه تاني يا مدام؟ يا مدام ليلى عملت ايه تاني؟ ايه؟ اف اس اتش مخزون المبيض 1.1. انت متجوزه بقالك قد ايه يا مدام ليلى؟ 8 سنوات، عندي طفلين يعني. طيب ولدهم طبيعي؟ لا قيصريون. طيب مين انت عندك كام سنه يا مدام ليلى؟ 35. الصغير كام سنة من ولادك ربنا يخليهم لك؟ 4 سنوات ابنية. تمام، وكنت بتاخدي وسيلة بعد آخر حمل؟ آخر ولادة بعدها خدتي وسيلة؟ لكن مش كتير يعني، توا لي يعني 3 سنوات ما فيش حمل. طيب. فطلبوا مني التحليلين هذوما. طيب أنت عملت التحليل جي. عملت يعني شني نتيجة التحليل؟ انت التحاليل كويسه، انت عملتي اي تحاليل ثانيه حضرتك؟ ايه عامله تحاليل الهرمونات كلها كويسه. تمام. ولا عملتي إيه اشعه بالسبله؟ مدام ليلى عملتي إيه اشعه بالسبله؟ كويسه، حتى هي طلعت كويسه. الهرمونات كويسه، عملتي اشعه بالسبغه؟ حتى هي طلعت كويسه الاشعه بالسبغه. طب كويس. بس دكتور الشهر هذا بيقولوا لي الترقيح المجهري باهي، لكن سحبوا لي 17 بويضه ما حصلش فيهم انقسام، يعني ما رجعوليش اذنه. يعني انت عملتي تجربه حقن مجهري؟ ايوه. عملت التجربه لكن من قد ايه يا مدام ليلى؟ 17 بويضه ما صارش. من قد ايه؟ من قد ايه؟ بقالك قد ايه؟ عامله الحقن المجهري ده؟ لا الشهر هذا اللي فات، شهر 5 اللي فات، ده كان اول تجربه ليكي؟ اي كانت اول تجربه. ايه طب انت وزنك اخباره ايه يا مدام ليلى؟ نعم. وزنك كم كيلو حضرتك؟ زايده شويه في الوزن، عندي ممكن ال 90 95. وطولك قد ايه؟ متر و67 تقريبا. يعني في زياده في الوزن حضرتك. تمام. لا في زياده في الوزن صح. طيب تمام، انت بتسالي دلوقتي تعملي ايه؟ عايزه تعملي ايه دلوقتي؟ ولا في حاجه ثانيه؟ أيوة عايزه اساليه. نسال عن نتيجه التحاليل هذه كويسه ولا حاضر. لا حاضر. ونسال عليه أنا ايه نسال عليه عمليه الترقيح المجهري، علاش يعني ما صارش انقسام بما ان التحاليل كانت كلها كويسه. حاضر حاضر يا مدام ليلى، هرد على حضرتك. مدام ليلى، التحاليل الهرمونيه بتاعتك كويسه، يعني مخزون المبيض كويس. ما بناخدوش لوحده، يعني التحاليل دي ما بناخدهاش لوحدها، لازم ناخد معاها برضو الاف اس اتش والال اتش والتي اس اتش والبرولاكتين، التحاليل اللي احنا قلناها كتير قوي وكررناها اكتر من مره. كونها ان هي عملت الاشعه بالصبغه كويسه، عملت تجربه للحقن المجهري طلعت 17 بويضه، الرقم ده ساعات لما بيبقى بويضات كتيره شويه معانا بنبدا نشك ان السيده دي ممكن تعاني من تكيس مبايض. فغالبا التحاليل بتاعتها بس عايزه تتقري كويس ونعرفها هي كويسه ازاي، ونسب الهرمونات ممكن تبقى كويسه زي ما شرحنا قبل كده، لكن نسبه هرمون لهرمون مش مظبوطه. فانصحها تكرر التحاليل قبل ما تعمل بقى محاوله تاني للحقن المجهري، تكرر المحاليل التحاليل اللي عملناها قبل كده، الاف اس اتش والال اتش والتي اس اتش والبرولاكتين والسيرم بروجستين في اليوم ال21، ولو ما عملتش منظار رحمي تعمل منظار رحمي. هي البويضات اصلا ما اتخصبتش، يعني الفكره كلها ما وصلناش لدرجه ان احنا نقلنا الاجنه، فبرضو قبل ما نخش على خطوه الحقن المجهري نعمل منظار رحمي، والخطوه الاولانيه اللي هو سبب الفشل ده ندور في الهرمونات ونعالجها ونقلل الوزن، ده اساسي جدا عشان نقدر البويضات نتحكم فيها. معانا الاستاذ محمد. وعليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. ليه 3 أسئلة يا دكتور لو سمحت. اتفضل. السؤال الاولاني، عندي المريم واخده المنشطات وحقن التفجير. ايوه. وفي التهابات صفرة تنزل عليها، هل لو خدت اللبوس بتاع الالتهابات ده غلط وهي ولا تنشيط ولا لا؟ تمام. تاني سؤال. اتفضل. الدوره جات لها يومين 2 بس. تمام.
ثالث سؤال. السؤال الثالث. الثاني سؤال لو حضرتك قلت الدوره هتلاقي يوم اثنين بس. ده ثاني سؤال. ثالث سؤال بقى. كل شهر بجيلها كده هو. كل شهر ده مش ثالث سؤال. هم السؤالين دول بس. هم السؤالين ده في سؤال ثالث كده بس ايه مالوش علاقه بكده. واحده عندها ورم ليفي 10 سم. الدكتوره قالت لها عشان تشيله لازم نشيل جزء من الرحم، هل ده كلام حقيقي ولا مش حقيقي؟ لازم اعرف الورم الليفي ده مكانه فين؟ مكانه فين؟ لا مش عارف. طيب حاضر. قريب من الرحم. قريب من الرحم. اسمعك من التليفزيون. ما لازم يبقى في الرحم. طب بص يا استاذ محمد، بس اسالك انا بقى ثلاث اسئله قبل ما تمشي. طيب انتوا متجوزين بقى لكم قد ايه يا استاذ محمد؟ يا ريت توطي التلفزيون واسمعني من التليفون بس. وطي التلفزيون واسمعني من التليفون يا استاذ محمد. خطيب. سنتين. وال سن الزوجه قد ايه؟ سن الزوجه؟ 38. 38. سمعت حضرتك. طيب عملت عندها كيس على المبيض على فكره. عندها كيس على المبيض. عندها كيس على المبيض يا استاذ محمد؟ فاتوا بتاخد تنشيط و ايوه. نعم. طب تحليل حضرتك انت اخباره ايه؟ التحليل تحليل انا؟ ايوه. تحليل مين؟ ايوه. تحليلي اللي عملته بالكمبيوتر كان طلع 80%. يعني التحليل في الاخر قالوا لك ان هو كويس يعني. طيب ماشي. نتيجة بقى المتابعة التبويض اللي كانت عاملاها، الدكتور كان قال لها تحاليلها كويسة ومتابعة التبويض بتاعتها كويسة؟ يعني طلعت بويضة، البويضة طلعت 16 و17، خدنا التنشيط بعد التنشيط وخدنا حقنة تفجيرية. عايز اعرف هي عاملة التهابات صفرة، هل لو خدت اللبوز غلط هي مرض النشاط ولا لا؟ انت انسى الالتهابات دي خالص، الالتهابات الصفراء دي بيبقى غالبا ميكروب وحيد الخليه كده وعلاجه سهل قوي، لو اتصلت بيا بعد الحلقه هقول لك عليه، لكن مش هي السبب في حاجه يعني اللي بتعملش اي مشاكل بالنسبه لنا. لكن احنا برضو السن بتاع الزوجه شويه كبير، لازم ناخد اجراءات سريعه شويه، لازم نشوف تحاليلها الهرمونيه عامله ايه، ولازم نعمل لها تحليل الاي ام اتش، نشوف مخزون المبيض عندها اخباره ايه، ولو لقينا خلل يتعالج في فتره قصيره نبدا نعالج هذا الخلل، لو مفيش خلل انا انصحك ان كنتوا تتجهوا سريعا للحقن المجهري. بالنسبه للورم الليفي ال 10 سم دوت حسب مكانه، 10 سم طبعا ده حجم كبير المفروض ان هو يتشال، بس على حسب مكانه فين، يعني في احيانا بنقول الورم ده لا لازم يتشال حالا لانه ضاغط على جزء معين بيسبب مشاكل تانية فلا نشيله، او في ورم تاني 10 سم وكل حاجه بس جوه التجوف في البطن مش عامل اي مشكله، مش عامل الام، مش عامل اي حاجه، ممكن ما نستعجلش في ان احنا نشيله. هنرجع لموضوعنا الحمل خارج الرحم. احنا قلنا ان المفروض السيده لما بتيجي وبتشتكي من الام موجوده في بطنها وشويه نزيف خفيف، لازم الدكتور يشك، لازم يفكر هل ده ممكن يكون حمل خارج الرحم ولا لا. يعني بتجيلنا ست كده بنحط على طول في الاول في دماغنا ده حمل خارج الرحم حتى يثبت العكس، زي برضو كده في الـ 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 الاطباء بتوع الحميات لما يبقى في حاجات معينه، او احنا كدكاتره نساء واحده سخنه اثناء بعد الولاده فبنحط ان ده ممكن يكون حمى نفاس حتى يثبت العكس، حتى لو كان الموضوع نزلة شعبية، موضوع التهابات في البول، أي مشاكل، لكن لازم نحط الحاجة الكبيرة. إحنا معانا مين؟ مدام رباب من العراق، أهلا بيك مدام رباب. معانا مدام رباب؟ طيب يا فندم ممكن تتصل تاني يا مدام رباب، إحنا منتظرين إن شاء الله. نبدا نشك ونبدا ناخد اجراءات معينه عشان لو نقدر نستطيع ان احنا نوصل لتشخيص السيده دي. باختصار كده احنا بالفحص العام الست الاول بنعمل لها اختبار حمل لو كانت هي متاخره عليها الدوره، وبنشوف هل هي حامل ولا مش حامل. طبعا اختبار الحمل لو هي الدوره بتاعتها معديه فتره كبيره وطلع سلبي خلاص بيشيل، لو الاختبار الحمل سليم اللي معمول في الدم بالارقام بيشيل من دماغنا خلاص فكره ان خلاص مفيش حمل من اساسه، فكره ان في حمل خارج الرحم بيشيله من دماغنا خالص.
اثناء الفحص السيده في حاجات شويه بتخلينا برضو نشك قوي في ان الست دي ممكن تكون عندها حمل خارج الرحم. اثناء الفحص المهبلي ليها ممكن يبقى في الم جامد جدا اثناء الفحص ده، حتى بنسميه ساعات جامبنج ساين، الست تنط من كتر الالم مش مستحمله. لما نبدا نعمل لها اشعه تلفزيونيه، وطبعا الاشعه التلفزيونيه المهبليه دي هي الاساس. احنا قلنا كتير ان الاشعه المهبليه حتى في اول 3 شهور الحمل هي الافضل من ان احنا نعمل اشعه على البطن، لان بتدي رؤيه افضل، بنقدر نشوف الرحم كويس، المبايض نشوفها بشكل كويس المبيضين. فمهم قوي الاشعه المهبليه. هنكمل مع مدام نجاح. مدام نجاح السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيكي، اتفضلي. بالله عليك يا دكتور تقول لي، يعني انا ما اتكلمتش قبل كده وما اعرفش الدكتور خالص. انا مش سامعك يا مدام نجاح، كملي كلامك. انا 37 سنه. 37 سنه؟ ايوه. بتجيني الفيرم بتجلطات جامده تكتلات يعني من الدم. طيب انت معاكي اطفال يا مدام نجاح؟ انا والده مره قيصري. من كام سنه؟ من 7 سنين. 7 سنين. مش عارفه يعني اقول لها اعمل ايه بالظبط عشان. طب انت متجوزه بقالك كام سنه يا نجاح؟ متجوزه بقالك كام سنه؟ 13 سنه. طب انت كنت عرفتي السبب بتاع تاخر حملك في الفتره الاولانيه ايه؟ لا انا ما رحتش خالص يا دكتور. يعني انت لما حملت المره اللي فاتت ما كنتيش بتتابعي قبلها ولا كان في مشاكل عندك او عند زوجك او حاجه؟ لا كان عندي اللبن زايد. طيب انت من 7 سنين بتحاولي انك انت تحملي وما حصلش، عملتي ايه اجراءات او فحوصات يا مدام نجاح؟ لا ما عملتش اي حاجه يا دكتور، انا بقول لك اقول لي اعمل ايه؟ حاضر حاضر، بس هو الموضوع شويه، اولا زوجك يعمل تحليل يا مدام نجاح، تمام؟ وحضرتك تعملي التحاليل الهرمونيه اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، ولو كلمتيني بعد الحلقه ممكن اقولها لك بالتفصيل، احنا الناس كلها حفظوها يعني. وتعملي اشعه بالصبغه عشان نشوف اخبار الانابيب ايه. على ضوء الفحوصات دي وتحليل جوزك هنبدا نقول هنعمل لحضرتك ايه. شكرا لاتصالك يا مدام نجاح. الاشعه المهبليه لما بنعملها للسيده احنا ممكن ما نشوفش حاجه خالص، ويبقى في حمل خارج الرحم، بس بيبقى الحمل بدري قوي يعني في الفتره الاولانيه بتاعته، فما لحقش يعمل اي مشاكل، ما لحقش يبقى في دم موجود جوه الحوض بتاع السيده نقدر نشوفه الاشعه المهبليه، ما لحقش يبقى في كيس ملحوظ كويس نقدر نشوفه. الحاجات دي ممكن نشوفها لو الحمل كبير شويه، ممكن نشوف كيس، وممكن نشوف كمان النبض داخل الجنين اللي هو الكيس ده مش موجود جوه الرحم. احنا في الاول لما بنعمل الست اشعه مهبليه وبنلاقيش جوه الرحم حمل نبدا نشك. هنكمل بعد مدام دعاء. مدام دعاء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور. ايوه يا فندم. انا متجوزه بقالي 6 سنين، بعد 4 سنين ربنا اداني الاء، بعد كده الاء عندها سنتين حضرتك؟ سنتين. والدها طبيعي ولا قيصري؟ لا طبيعي. تمام. انا كان عندي مشاكل، كان عندي تكاثر على المبايض وضعف تبويض. تمام. بعد كده الدوره مش منتظمه خالص، وبعد كده بعد الاء قعدت ما تجيش خالص. طب انت الاء كنت بترضعيها حضرتك؟ نعم. رضعتي الاء؟ ما رضعتش خالص. ما رضعتش خالص؟ لا. ما خدتيش وسيله بعد ما مولدتيها؟ لا ما هو انا اخدت وسيله لولب، وبعدين الدكتور طلب مني ان انا اعمل اشعه بالصبغه عشان يتاكد اذا كان في حاجه انسداد او حاجه. انت بقى خدتي اللولب قد ايه؟ قعدتي مده قد ايه؟ شهر واحد. تمام، يعني انت بقالك في حدود اكتر من سنه ونص انت بتدوري على انجاب يعني. وبعدين الدكاتره بقى في السنه ونص دول بيدوني منشطات كثيره جدا يا دكتور. عملتي تحاليل يا مدام دعاء؟ عملت مش في تحاليل، انا عملت بس اشعه بالصبغه واخدت منشطات كتير. من غير تحاليل؟ مفيش اي تحاليل طلبوها مني. طيب انا بطلب منك تحاليل. هتعملي تحاليل حضرتك؟ أيوة. طلبوا من جوزي تحليل تاني فكان سليم. تحليل جوزك سليم ده مهم طبعا. طب انت عندك كام سنه يا دعاء؟ انا عندي 30 سنه. هنعمل حضرتك التحاليل، انت عملتي الاشعه بالصبغه طلعت كويس؟ كويسه. هنعمل بس التحاليل الهرمونيه ونتك شويه كده على البرولاكتين، تمام؟ نعم. على تحليل هرمون اللبن. هتعملي الاف اس اتش والال اتش والتي اس اتش والبرولاكتين والسيرم بروجستيرون في اليوم ال 21، التحاليل بتاعه التبويض، تمام؟ وبعدين تقول لنا عليها ان شاء الله. ماشي يا دكتور. ماشي يا فندم، شكرا، مع السلامه. الاشعه التلفزيونيه لما بنعملها في حاجه اسمها
امتى اشوف كيس الحمل داخل الرحم. احنا لما بنيجي نعمل تحليل اختبار حمل بالارقام المفروض ان فوق ال 2000 وحده, يعني تحليل الحمل طلع لنا 2000 وحده فيما فوق, لازم بالاشعه المهبليه الاقي كيس حمل داخل الرحم. لو ما لقيتهوش اشك على طول في حمل لكن انا مش شايفه والمفروض ان اشوفه, او لو كان المفروض ان الكيس الحمل ده المفروض ان يبقى 6 اسابيع وبرضه ما شفتوش, لا اشك ان في حمل خارج الرحم. معانا ام احمد. السلام عليكم ام احمد. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. لو سمحت يا دكتور, انا متجوزه بقالي 2 سنين. ايوه. كم سنه يا ام احمد؟ وعندي طفل عنده 1 سنة و2 شهر اللي هو احمد. ايوه. ربنا يخليك. ربنا يخليك. والده طبيعي يا ام احمد؟ طبيعي. ايوه تمام. فقبل انا اساسا اتجوز كانت عندي مشكله ان انا كانت الدوره بتجيلي كتير جدا. تمام. فكانت بتقعد معايا حوالي 10 ايام. اه. وتفصل مثلا 10 ايام تانيين وبعدين ترجع لي تاني. ايوه. فانا رحت قبل ما اتجوز لدكتوره وكده, فهي قالت لي انت عندك, عملت لي سونار وقالت لي انت عندك تكيس على المبايض وقالت لي لما تتجوزي بقيت تعالي لي. لكن ما تعالجتيش من قبل ما تتجوزي؟ ده قبل ما اتجوز. ما تعالجتيش, قالت لك لما تتجوزي الدنيا هتتظبط, لكن انت ما خدتيش علاج. لا هي بس تعبني يعني, اخدته تقريبا 2 شهر وبعدين قطعته تاني. تمام. فروحت لها بعد الجواز فادتني كلوميد وفوستيمون. ولما عملت لك التحاليل قالت لك برضه ان في تكيس مبايض وفي مشاكل عندك؟ لا ما طلبتش مني تحاليل, هي عملت لي السونار بس. طب انت والده دلوقتي كده بقى لك 1 سنة و2 شهر. بقى لك 1 سنة و2 شهر. ايوه. تمام. وما كنتيش بترضعي البيبي بتاعك؟ لا برضعه عادي. انت لسه بترضعي لغايه دلوقتي؟ ايوه لسه برضع. ايوه. طب انت سؤالك ايه يا ام احمد؟ بس فانا لما اخدت المنشط ده انا حصل عندي اساسا تضخم في المبايض. انت بتاخدي منشط ليه؟ انت حضرتك دلوقتي انت خدتي المنشط ده وانت بترضعي؟ نعم. انت خدتي المنشط وانت بترضعي حاليا؟ لا ده انا اخدته اساسا بعد الجواز على طول قبل ما احمد. انت خدتي المنشط وحملتي وربنا كرمك باحمد ودلوقتي. أيوة. من 1 سنة و2 شهر ودلوقتي بترضعي. ايه المشكله عندك حاليا؟ بس انا في اثناء الحمل حصل عندي, كان عندي تضخم على المبايض نتيجه المنشطات. ايوه. واتحجزت في المستشفى واخدت البومين. ايوه. وقعد عندي التضخم لمده 4 شهور. تمام. بس فانا دلوقتي كنت باخد وسيله اكسيليتون. ايوه. وقطعت العلاج الاكسيليتون يعني. ايوه. فنزلت دوره نقط بنيه لمده 3 ايام بس. ايوه. وبعدين ما جاتش. انا عايز سؤالك ايه يا مدام ام احمد, سؤالك ايه بس عشان في ناس على التليفون. انا ما اعرفش دلوقتي, لغايه دلوقتي الدوره ما جاتليش. اه. من ساعه انا ما قطعت الحبوب. اللي هو بقى لك قد ايه بقى اخر دوره جات لك من امتى؟ بقى لها تقريبا 1.5 شهر. يعني من 1.5 شهر ما جاتلكيش الدوره؟ ما جاتليش. عملت تحليل حمل ما فيش حمل. فانا بسال هل ممكن يكون التضخم والاكسيليتون اللي انا اخدته ده في تأثير؟ انت في مشكله ان في يعني. انت في مشكله لو حصل حمل, يعني انت حضرتك عايزه تنظمي وما يحصلش حمل, ولا مفيش مشكله لو حصل حمل؟ لا انا مفيش مشكله لو حصل حمل. خلاص انا هرد عليك يا ام احمد حالا. حاضر حاضر. ام احمد توهتنا شويه. الجزئيه الاولانيه طبعا هي قالت على حاجه مهمه جدا اللي هو حدوث الاثاره الزائده اثناء عمليه تنشيط التبويض. الاثاره الزائده ديت بتيجي شرحناها قبل كده لما يبقى غالبا السيده عندها تكيس مبايض ونبدا نديها جرعات عاليه من التنشيط, والدكتور اللي بيتابعها بالاشعه التلفزيونيه فقط وما بيتابعهاش بتحليل الاي 2. احنا هنكمل الموضوع بتاع ام احمد بعد ام مروه. ام مروه من السعوديه. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. اهلا بيكي. الو. اتفضلي سامعك يا ام مروه. اتفضلي. ايوه حضرتك يا دكتور. والله يا دكتور انا عندي مشكله طبعا. عندي بنت كبيره عمرها يمكن 15 سنه. تمام. وطبعا ما عنديش طبعا الا هي, وحاليا انا مقبله على عمليه الحقن المجهري. عندي كام سنه يا ماما؟ عندي كام سنه؟ انا يعني متخوفه منها, انا خايفه لان وزني طبعا فوق يعني تقريبا 103. عندي كام سنه يا مدام مروه؟ كام سنه؟ عندي 33 سنة. تمام. وبعدين فأنا طبعا متخوفة لأن بقول لك فشل العملية وبعدين مكلفة في نفس الوقت. أنت بتعملي حقن مجهري ليه يا أم مروة؟ السبب عند حضرتك ولا عند الزوج؟ والله إحنا لا عندي ولا عند الزوج.
يعني قعدتش فتره كبيره فده يعتبر عقم غير معروف السبب، فهتعملي حقن مجهري. لكن تحاليلك والفحوصات أيوة كلها كويسه. طبعا يقول لك الوزن وفي اسباب ثانيه طيب بص حضرتك، يعني هو الموضوع الوزن مش شرط ان احنا من 103 ان احنا ننزل تبقي 60 كيلو او 70 كيلو. الفكره في ان احنا نقلل الوزن، ان احنا نقلل حتى لو 7 كيلو 10 كيلو 15 كيلو على قد ما نقدر. فكره التقليل دي لا بتساعدنا في ان البويضات تتحسن وجودتها تتحسن، البويضات اللي احنا هناخدها ونعمل بيها الحقن المجهري. ادخلي على الحقن المجهري مفيش مشكله، بعد ما تاخدي فتره قصيره قوي تحاولي تنزلي فيها على قد ما تقدري. يعني في ناس تملي يقولون ودي بتبقى مشكله كبيره، يا دكتور كل ما تشوفني قلل الوزن. قال انا مش عارف اقلل الوزن، انا وضعي كده وانا هفضل كده وما تقوليش قلل الوزن. فاحنا خلاص بيبقى في حاجه السيده مش قادره تعمل حاجه او عملت كل حاجه وهي وزنها بينزل كيلو 2 كيلو، خلاص بنبدا على قد ما نقدر نمشي في الاجراءات اللي تساعد تقليل الوزن ونبدا نخش على اجراءات الحقن المجهري. مفيش مشكله يا ممرضه، ربنا يوفقك. مدام زينب. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتور. اتفضلي. لو سمحت دكتور. ايوه سامعك. انا متجوزه بقى لي سنتين وثمان شهور. ايوه. ما حصلش حمل خالص. كام سنه يا زينب؟ عندي كده عندي 20 سنه. ايوه يا دكتور. سامعك اتفضلي. عملت تحليل هرمونات. ايوه. البرولاكتين 14.1%. معاكي سامعك كملي اتفضلي. والبروجسترون 8.15. 8 وكام؟ معاك حضرتك؟ اه. والـ LH 5.12. الـ LH كام؟ 5.12. والـ FSH؟ 6.63. تمام، عملتي حاجة تاني؟ أيوة كده، ما حدش قال لي إن أنا عندي تكيفات ولا أي حاجة. كويس، وزنك كويس؟ أنا لا أنا وزني أنا مليانة شوية، جيت من فترة كده رحت للدكتور تاني. آه. قال لي إن أنا عندي تكيفات على الموبايل، وإداني سيزوفاج. طيب، أنت الخط اتقطع؟ جوزك لو تحليله كويس هنحاول نخس يا مدام زينب، والتحاليل بتاعتك دي كويسه، نبدا ناخد اجراءات ثانيه ونبدا نعمل اشعه بالصبغه ونشوف اخبار الاشعه بالصبغه ايه ونقيم على ضوءها. بالنسبه لام احمد زي ما قلنا ان اللي هي اتحجزت في المستشفى وهي حامل نتيجه الاثاره الزائده للمبيض اثناء التنشيط. احنا قلنا ان لما بنيجي نعمل تنشيط تبويض ويبدا يبقى نلاحظ ان حجم البويضات اللي طالع عندنا كبر قوي وبقى عددها كتير قوي، لو حتى ما كناش ماشيين وبنتابع الاي 2 لا في الحاله دي لازم نشوف الاي 2 اخباره ايه عشان احنا نوقف عمليه التنشيط، وبنمنعها حتى ان احنا ما بنديش الحقن التفجيريه لان الحقن التفجيريه هي اللي بتعمل المشكله نفسها، وبنمنع السيده من ان يحصل جماع عادي عشان ما يحصلش حمل ونديها وسيله عشان الحمل بالظبط بيبقى زي الحقن التفجيريه بيظهر المشكله. هي ام احمد مفيش مشكله خالص بالنسبه للموضوع دوت، هنعمل اشعه ثانيه نشوف لو في اكياس باقيه منها ولا لا، لو هي مفيش مشكله ما يفرقش بالنسبه لها يحصل حمل ولا لا، هو الدوره بعد الفتره اللي خدتها بالاقراص اللي خدتها ممكن تتلخبط او تيجي ضعيفه شويه او تاخر، وكمان لان هي بترضع فدي حاجه عاديه مفيش اي مشكله. مدام فاطمه من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. اهلا وسهلا. اتفضلي يا مدام فاطمه. وطي تلفزيونك شويه يا مدام فاطمه. وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون بس. ايوه. اتفضلي يا مدام فاطمه. عملت تحاليل يا دكتور الهرمونات وانا متابعه حاليا في مصر ومتابعه مع دكتور. كم سنه يا مدام فاطمه؟ كم سنه؟ كم سنه حضرتك؟ هذا التحليل بينافى تحليل شنو؟ شنو؟ يعني ايه؟ يعني تحليل اي 2 هذا مخزون مبيض ام شنو يعني؟ لا اي 2 ده مش مخزون مبيض، ده حاجه اسمها استراديول، ده تحليل هرمون من الهرمونات اللي بيفرزها المبيض. بيقول لي برضو بيديني علامه معينه عن كفاءه المبيض ايه؟ طلع التحليل يا دكتور طلع 23. كم؟ 123؟ ايه 23. 123. لا 23 بس. 23 فقط. تمام فقط. كنت عاملاه في اليوم الكام حضرتك؟ عاملاه في اليوم السابع من الدوره. اليوم السابع. السابع
السابع من الدورة. طيب وإيه تاني تفضلي كملي؟ والتحاليل الثانية عند الدكتور، لكن على ما أعتقد أنا شفته عنده هيك هو خلصة يعني تحليل اف اس اي تيش. أيوة أيوة معك. 46 أيوة. أنت عندك كم سنة يا فاطمة؟ 40 سنة. معاكي أولاد؟ لا ما معيش أولاد. متجوزة بقالك قد إيه؟ متجوزة بقالك قد إيه؟ سنتين وماشيين في الثالثة. طيب مدام فاطمة عملتي الاي ام اتش؟ لا ما عملت، مش عارفه، لكن هو عنده تحاليل الدكتور ما نعرف يعني تستخرج مني دم. طب بصي يا مدام فاطمة انا هختصر لك حتى بقيه التحاليل اللي جايه، اعملي بس تحليل الاي ام اتش. تحليل الاي ام اتش الاف اس اتش عالي جدا، لازم نربطه شويه بالاي ام اتش ونشوف هيطلع نتيجته ايه وبعدين نقرر ان شاء الله. فهنعمل الايه يعني عالي يا دكتور الاي 2 هذا؟ لا الاي 2 ده مش عالي، الاي 2 ده مش عالي، بس هو بيتعمل في اليوم الثالث او الثاني من الدوره، اليوم السابع ماشي شغال. لا ده مش عالي ولا حاجه، قليل. وغالبا احنا في الاف اس اتش العالي دوت عايزين بس الاي ام اتش عشان نشوف مخزون مبيض اخباره ايه، غالبا هيبقى في تبويض قليل او مخزون مبيض قليل، بس عايزين الاي ام اتش يتعمل وبعدين تتصلي بيا ثاني ان شاء الله مدام فاطمة. احنا في حد ما ردناش عليه، ام مروه. تمام. بالنسبه للاشعه المهبليه بنعملها وبيبقى معاها التحليل الرقمي لاختبار الحمل الرقمي. بنقول ان احنا لو عملنا اختبار حمل رقمي وطلع اكتر من 2000 لازم اشوف بالاشعه المهبليه جنين. دكتور ما عندوش اشعه مهبليه، طبعا مفيش دكتور دلوقتي ما عندوش اشعه مهبليه، بس بفرض يعني لو الاختبار الحمل الرقمي اكتر من 6000 ممكن اشوف الجنين عن طريق الاشعه اللي من البطن والاقيه جوه الرحم، لو ما شفتوش اشك على طول ان هو بره الرحم. طب نبدا نعمل ايه؟ هنكلم مدام زينب الاول وبعدين نكمل. مدام زينب. ايوه يا دكتور حسام، معلش انا اسف الخطا. انت كنت معايا حضرتك؟ ايوه ايوه تمام. انت متجوزه بقالك سنتين وثمان شهور؟ ايوه. وعندك 20 سنه؟ ايوه. وما كملتيش معاكي بقى كملي. جوزي عمل تحاليل وكان عنده نسبه تشوهات عاليه شويه وبياخد علاج دلوقتي. تشوهات عاليه وبياخد علاج؟ تمام. وانا عملت عشاء بالصبغه وقال لي انها كويسه. كويس. انت مليانه شويه قلتي لي مش كده؟ ايه انت مليانه شويه؟ ايوه مليانه شويه. المشكله دلوقتي ان الدكتور عمل لي اشعه بعد ما نزلت التكيسات في نور من تحت يعني. ايوه. قال لي ان في حاجه على فانت الرحم ولازم لها منظار. كويس. بعدين طب اعمل ايه؟ انا مش عارفه اعمل. هتعملي منظار رحم حضرتك ونشوف ديت ممكن تكون زائده لحميه او حاجه اسمها ورم ليفي كده داخل في بطانه الرحم. حاجه زي دم كده على بطانه الرحم ولازم لها منظار. أيوة. دم على بطانه الرحم ولازم لها. أيوة. منظار بطن ما ينفعش. هو المنظار البطن ده هو مش هيشوف بالاشعه التلفزيونيه انك انت عايزه منظار بطن، ولا قال لك في كيس خارج فوق الرحم؟ لا يا فندم، قال لي في حاجه في بطانه الرحم، حاجه زي دم. بطانه الرحم دي مش هيشوفها بالمنظار البطن، لازم نشوفها من المنظار الرحمي من تحت. أيوة. عن طريق المهبل وعنق. فهتعملي حضرتك منظار رحمي لو انت شايفه ان الدكتور ده شاطر وقادر يشخص الاشعه المهبليه كويس، مطلع لك تشخيص كويس. اعملي منظار رحمي تشخيصي هيقول لك في ايه، وفي نفس الوقت لو في حاجه ممكن يعملها في نفس السيتنج في نفس الوقت ويشيل لك الحاجه اللي موجوده دي. شكرا يا مدام زينه. احنا بنبدا السيده اللي شاكين فيها ان هي دي حمل خارج الرحم او لقينا ان مفيش حمل داخل الرحم والمفروض ان احنا نشوفه، بنبدا نكرر التحليل الرقمي. في الطبيعي التحليل الحمل الرقمي دوت بيزيد الضعف تقريبا كل 48 ساعه. يعني لو عملنا التحليل مثلا بفرض دلوقتي النهارده وطلع 1000 وبعد يومين بعد 48 ساعه بالظبط المفروض ان هو يبقى 2000 1800 1700 يعني مش 2000 بالظبط، يعني المهم يتضاعف او قريب من الضعف. ده في الحمل الطبيعي خالص. لو الحمل خارج الرحم، الحمل موجود في بيئه مش مناسبه ليه، مش بيئته اصلا، فالنمو بتاعه ما بيبقاش ماشي صح، فيبدا الهرمونات اللي مخرجها ما بتبقاش هرمونات بكميه كبيره، فما يطلعليش ان الكميه الدبل ديت، لا ممكن يطلع 1100 1200 1300 برضه يشككنا. كل الحاجات دي بتشككنا، مش بنتاكد خالص، ما بنتاكدش خالص موضوع حمل خارج الرحم ده الا لو شفنا بعينينا الكيس نفسه بره الرحم
في نبض، شفنا دم موجود وشفنا الكيس موجود، وفي الاخر برضو لازم بالمنظار عشان نقول 100% ان في ده حمل خارج الرحم. معانا مين؟ مدام سميره. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت كنت عايزه اسال حضرتك، انا حملت مرتين وما حصلش حمل، يعني يوصل الحمل يوصل 50 يوم بالظبط وينزل. الحمل بيوصل قد ايه؟ كل ما بتحملي بيوصل قد ايه يا مدام سميره؟ ايه؟ الحمل بيوصل لغايه قد ايه وتتسقطي؟ 50 يوم. في الاثنين؟ في المرتين؟ مرتين. تمام. وبعدين اخذت تحاليل فيروسات والتحاليل طلعت كويسه مفيش اي مشكله، وكمان جوزي عمل تحاليل والتحاليل طلعت مفيش اي مشكله، بس الدكتور قال لي ان عندك جدار الرحم ضعيف. انا كنت عايزه اعرف هو يا ترى هو اللي بيحصل بيخلي في سقط ولا جدار الرحم ضعيف؟ عمل لك فحص ايه او عرف ازاي ان جدار الرحم ضعيف يا مدام سمير؟ مدام سميرة حاولي تتصلي بنا تاني، لازم نكمل معاكي شوية الكلام. بالأشعة التلفزيونية والنتائج اللي بنعملها بنبدأ نشوف، لو بدأ الحمل يتضاعف يبقى احنا غالبا ده حمل داخل الرحم، بنبدأ نعيد الأشعة التلفزيونية تاني لغاية ما يبدأ يظهر الحمل داخل الرحم. لو لا نسبته بتبقى قليلة، لا بنبدأ نشك ونتابع السيدة تاني. الحمل خارج الرحم لازم أشك فيه، لازم ابقى في دماغي ان السيده دي لا ما عندهاش من تحت ايدي كده، لان لا قدر الله ممكن السيده تفقد حياتها بسبب النزيف الهائل اللي ممكن يجي، وفجاه كده تبقى الست تتكلم وتقع من كتر النزيف الداخلي. بالنسبه للطرق العلاج، احنا بنقيم الحاله هل هي فيها مشاكل وحالة حرجة، يعني الست في نزيف داخلي، بدأ الحمل خارج الرحم دوت اللي في الأنبوبة بدأ يعمل تآكل في الجدار بتاع الأنبوبة، وبدأ التآكل ده والأجزاء بتاعته تخش في شريان ونزيف داخل البطن يحصل ولازم تدخل جراحي سريع. كنا زمان لازم طبعا تدخل جراحي عن طريق البطن، دلوقتي ممكن يحصل تدخل جراحي في الحالات اللي زي كده عن طريق المنظار، لان كفاءه المناظير عليت قوي وكفاءه الاطباء عليت قوي، وممكن يتعاملوا مع الحالات الحرجه ديت وتبقى الست بيتركب لها دم وهو بيعمل لها المنظار. معانا يا مدام انجي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا دكتور. اتفضلي. انا رحت للدكتور بتاعي من اسبوع كده. ايوه. واداني حقن برونتوجيت. انت حامل يا مدام انجي؟ والله يا دكتور هو ما قاليش. ما سالتهوش طب انت؟ ايه؟ انت ما سالتوش انا حامل ولا لا؟ هو قال لي يعني ما رضيش يرد عليا، هو اداني الحقن دي واداني معاها برونتوف حقن كمان مقويات. اخر دوره جت امتى يا مدام انجي؟ كانت يوم 12/6. انت كنت رايحه للدكتور عشان ايه؟ كان معايا ميعاد معاه، قال لي لما الدوره تجيلك، كنت عامله منظار رحمي. طيب انت عندك كام سنه يا انجي؟ ما عندي 32 سنه. ومتجوزه بقالك قد ايه؟ بقالي سنه ونص. وجوزك تحليله كويس؟ اه اتفضلي بقى سامعك كملي، عملتي ايه بقى؟ ايه الفحوصات اللي عملتيها؟ لا انا ما عملتش اي فحوصات، هو عمل لي طلب مني هرمون اللبن وطلع كويس. بس هرمون اللبن بس؟ وبعدين قال لي تاخدي الحقن ديت، ممنوع الحركه وممنوع انك تشيلي حاجات تقيله ومش عارف، بس انا حاسه يعني ان عندي مغص عمال يروح ويجي كده. الدوره منتظمه معاكي يا انجي؟ تحليل جوزك كويس قلتي، وما عملتيش اي تحليل غير هرمون اللبن؟ طب عمل لك هو متابعه تبويض اشعاعات مهبليه؟ لا ما عمليش. ما عملتيش غير هرمون اللبن بس؟ طيب ماشي خلاص. انا كنت عايز اعرف الحقن ديت يعني بتتاخد فتره اثناء الحمل الاولانيه؟ انا ما اعرفش هو مدالك ليه، انا بصراحه ما اعرفش. مدالك يعني المفروض ان ما فيش اي حاجه تاخد كده غير لما يشرح لك وانت تسالي. يا جماعه لازم المريض يبقى فاهم، بيبقى فاهم ايه اللي بيحصل له ويسال الدكتور، والدكتور لازم يجاوبه. معانا مين؟ مدام هبه. السلام عليكم. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. لو سمحت يا دكتور كنت عاوزه اسال حضرتك على حاجه. اتفضلي. انا كنت حامل من شهر كده وكنت في الشهر السابع، ففجاه رحت للدكتور قال لي ان الجنين اتوفى. كان اول حمل يا هبه؟ ايوه. وقال لي يا دكتور السبب ان الحبل السوري ملفوف حوالين رقبته. انت ولدتيه طبيعي؟ قيصري. تمام. فانا عايزه اعرف يا دكتور يعني ايه السبب؟ طيب ما عملتيش اي فحوصات او تحاليل يا هبه؟
ما عملتش لا، بس هو طب انت 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 كان في مشكله في الضغط او كان في ورم شويه في جسمك او في اي مشاكل كانت حاصله في الحمل؟ لا. كنت بتتابع الحمل بالسونار على طول؟ أوه. وكان الاخر يعني القيصريه عملتيها بقالي قد ايه؟ بقالي حوالي 20 يوم. واخر اشعه تلفزيونيه عملتيها من امتى؟ اللي هو السونار يعني؟ ايوه. كان قبل يعني قبل وفاه الجنين بحوالي حاجه و20 يوم برضه. تمام. طيب حاضر. ايوه سامع اتفضلي. يعني لف الحبل السري ده هل ده ليه سبب ولا هو؟ لا لا لا، الحبل السري اللي ملفوف حوالين الرقبه دوت ما يعملش موت للجنين داخل الرحم. ومعلش دي بتبقى برضو حاجات من الحاجات اللي احنا بنشجبها بصراحه، ان ايه لا بسرعه احنا عايزين احسن الحبل السري ملفوف حوالين الجنين وعايزين نولدك احسن يحصل للجنين حاجه. هي مشكلة الحبل السري الملفوف حوالين الجنين بتبقى أثناء الولادة فقط، إن الحبل السري لو ملفوف أكتر من لفة. هو طبيعي إن ممكن نلاقي لفة موجودة حوالين الرقبة أو لفتين، أكتر من كده غالباً بيبقى ده بسبب عيب خلقي في طول الحبل السري نفسه، ويبدأ البيبي وهو بيتحرك يعمل لفات تلف عليه. دي ما فيهاش مشكلة، المشكلة بتحصل لو الحبل السري نفسه اتعمل عقده، يعني البيبي هو بيلف عمل نوع من انواع العقده اللي لما بتتحرك والعقده دي تتشد دي ممكن اللي توقف الدم، لكن اللفات اللي موجوده حوالين الرقبه البيبي مش 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 هيتخنق باللفات دي لو هو الغذاء وصل له عن طريق الحبل السري ما فيهاش اي مشكله. هي مشكلتها الوحيده ان احنا لو اكتشفنا ده، وده ما لا يكتشف الا عن طريق الدوبلر، واحنا بنعمل الدوبلر فبنشوف ان في ال سريان الدم حوالين الرقبه بنعرف ان ده من عدد اللفات او من المنظر ان ده ملفوف حوالين رقبته اكتر من مره حبل سري. ده مشكلته في ايه اثناء الولاده؟ انه بيمنع من نزول الراس كويس مشدوده بالحبل السري ده، واثناء الطلق ممكن الضغط الجامد والشده ديت تبدا تعمل نوع من انواع الغلق داخل الحبل السري ده، ودي بتبقى ساعات مشكله. يعني لو شخصناها في الشهر التاسع لسيده بنخطط لها للولاده بنبدا نولدها قيصري ده بيبقى افضل ليها، لكن هو ما يقدرش يقول لك ان الحبل السري اللي كان ملفوف ده هو السبب في موته، تحتاج فحوصات وتحاليل نعملها عامه. الوقت خدنا بسرعه، حتى الفيديوهات اللي كنا محضرينها ما قدرناش ان احنا نعرضها، ممكن هنشوفها في حلقه تانية باذن الله. احنا قبل ما نسيبكم بندعي ان تفضل مصر زي ما هي، زي ما هي معروف عنها صامده، وابنائها كلهم مع بعض، كلهم بجميع افكارهم، بالمسلمين اللي فيهم، بالمسيحيين اللي فيهم، بكل الأفكار اللي فيها، كلهم مع بعض ما يضروش بعض، بيفكروا كلهم في مصلحة البلد ديت وإن هي تقف على رجليها، بيفكروا في الناس الغلابة اللي موجودين، الناس الغلابة كتير قوي في مصر. ربنا إن شاء الله يجعلها آمنة ومستقرة بإذن الله، وإلى أن أراكم أترككم في رعاية الله وأمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.